ونيجي نمسك فيه مسألة الدين. ده اللي بيخلينا نتكلم في الجزء بقى الأمني، يعني إنه صحيح الاقتراب منه بيتم بحذر وأحيانا الناس بتنزعج لما نيجي نتكلم عنه، لكن مثلا حضرتك قريت القرار الأخير بتاع التغيرات في الداخلية إزاي؟ وربط الناس بعض الناس بحادث الوحدة. اسمح لي جزئية القرار ده ما اقدرش اخوض فيها لاني ما عنديش معلومات تمام. ايه اللي واصل عند وزير الداخلية اللي ده، انما هو وزير مخضرة مشتغل في جهاز امن الدولة فترة طويلة، واعتقد ان ايه الاسباب الرئيسية لايه يعني ما اقدرش اقدرها الا لما لو هو في معلومات بالظبط كده تمام. بس الجزئية اللي حضرتك طرحتها تعقيبا على اللي قاله الاخ العزيز هاني، لا مش عاوزه وقت هنبي، وانا خدت هذه التجربه في عده في المحاور السته دي، واقدر اقول لك حتى في التعليم اللي انت اشرت ليه وهو مهم جدا، اكمل لك الصوره من وجهه نظري. التعليم، نظام التعليم بيساعد جدا على انتشار فكر الارهاب، لانه نظام بيلقنك بيقول لك خد دي وما تاخدش حاجة تاني ولازم تكتب اللي بقولك عليه ده. ده بيغرس في الطالب فكرة الرأي، والرأي الآخر مرفوض تماما. ده أحد أسباب الـ يعني العنف اللي موجود فكرة انشال الفكر المتطرف زي برضو ما أشرتوا حضراتكم انتوا الاتنين، الإعلام له دور مهم جدا، لأنه من الأخطاء الجسيمة اللي الإعلام ارتكبها على مدى 40 سنة، وانا كنت بصرخ على مدى 40 سنة واقول ما تقولوش الجماعات الاسلامية الارهابية، ما تقولوش الارهابية من غير اسلامية، ربطنا الاسلام وغرسنا ده في العالم كله ان الدين الاسلامي دين ارهابي و و و و وبالتالي بقى في مبرر الى انه الدول العربية والاسلامية تاخد فوق دماغها من الدول الاوروبية وامريكا على وجه التحديد. النقطة المهمة جدا ان احنا مش عارف اقول لك ايه، في مرحلة صعبة جدا ما احناش مدركين ان في مخطط بيطبق من اكتر من 40 سنة بيستهدف اللي احنا كلنا دايرين فيه، ان احنا يبقى في طائفية، يبقى في مذهبية، علشان المنطقة كلها احنا ناسيين المشروع الشرق الاوسط الكبير ناسيين التقرير اللي عرضه برجنسكي اللي قال فيه بصراحة ان منطقة الشرق الاوسط في 30 سنة اللي جاية لازم تتغير الخريطة ولازم تتغير القيادات السياسية اللي موجودة فيها. طب بس يا فندم، هل احنا مش مدركين ولا احنا مدركين ومش عارفين نعمل ايه؟ يعني ما هو الكلام عن التفتيت المنطقة وكل ده، فاحنا ما بنقراش إيه؟ احنا ما بنقراش، ولو قرينا بننسى، ولو افتكرنا أيوة ما بنعرفش نحلل. احنا كده مستسلمين برضو للكلام اللي قالوه زمان بتوع يعني دي مقولة موشى ديان لو حضرتك أيوة قالك انه العرب لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون واذا فهموا اي الحاجات دي، لكن هي المشكلة احنا طول الوقت بنتكلم في هذه السيناريوهات. فهل الوقت انه الازمة في ان احنا لا ندرك ما يراد بينا، ولا احنا عارفينه بس مش عارفين نتصرف؟ هو يمكن فترة الهدوء النسبي اللي حصلت من بعد بداية الاعلان بتاع المراجعات وانهم بينبذوا العنف، حصل فترة هدوء تمام. هذه من ناحية تمام. من ناحية اخرى احنا كلنا عارفين ايه اللي حصل لجهاز مباحث امن الدولة صحيح. بعد 25 يناير اللي بنعاني من الإطاحة بالخبرات القديمة اللي كانت مدركة وبتدرس وبتقرأ منها، وإن كانت هناك بعض المحاولات ليعني إحياء الروح العلمية اللي كانت موجودة من قبل، إنما هذين العاملين التناسي أو النسيان نتيجة الهدوء اللي حصل في الفيلم، إلى أنا بقول لك جهاز أمن الدولة هدم ولسه في محاولات لإعادة بنائه بتنجح في بعض الأحيان، إنما إنما مش ده المهم. المهم المحاور الستة اللي أنا بقولها لحضرتك دي يعني مناط بالجهاز اللي أنشئ بتاع الإرهاب الدولي
المجلس القومي المكثف مناط به ان هو يحط الاستراتيجيه من وجهه نظري لازم المحاور السته دي تبقى متضمنه. ما احنا هنيجي للمجلس ده يا فندم، في جزء مهم جدا في الحوار حواليه.